إذا نناقش مشاهدينا الكرام هذه التفاصيل، تفاصيل التوترات ما بين الجزائر وفرنسا، مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الله الرافعي، كاتب صحفي جزائري. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. كذلك عبر سكايب معي السيد حامد العربي محمودي، محلل سياسي جزائري. أهلا وسهلا بكم سيد محمودي. أهلا وسهلا، حياكم الله ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ عبد الله، تصريحات الجديدة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المتعلقة بالأزمة الدبلوماسية ما بين الجزائر وباريس، هل كانت على قدر من المسؤولية الكافية؟ شوف، التصريح أو القول له نفس أهمية صاحبه، القول له أهمية القائل، فأي أهمية لهذا الإنسان؟ ولا حتى لا أقول أي أهمية لهذا الرجل أو لهذا الرئيس، لا. أنا أقول أي أهمية لقول هذا المخلوق، هذا الكائن البشري. أولا، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتجرأ ويرفع جرعة الهجوم على أسياده في باريس أكثر من هذا، لأنه يعني لا يحظى حتى بدرجة عميل عند الفرنسيين، هو مجرد عميل لدى عملاء فرنسا. فبالتالي الرئيس هذا تبون المجلس في قصر المرادية لا يعد أن يكون آلية تافهة جدا من آليات النظام الجزائري أو من آليات العصابة الأوليغارشية العسكرطارية التي تحكم هذا البلد وهذا الشعب دون إرادته. ما يراد أن هناك الكثيرون ركزوا كثيرا وبشحن من قبل العصابة الحاكمة لتجعل الرأي العام الجزائري يتجه إلى الحمية وإلى الغيرة ضد الإهانة التي لحقت بتاريخنا من قبل هذا القزم الفرنسي الذي يسمى ماكرون. والمفروض كان يفترض ألا نرد عليه إطلاقا. لماذا؟ لأنه أقل، هو مجرد نملة واهنة تناطح جبلا طودا عظيم هو التاريخ الجزائري. يكفي أن نقول لهذا الذي يجهل، ورديت عليه في عديد القنوات، هذا القزم الفرنسي الذي يجهل ألف با سياسة وألف با تاريخ، أن الجزائر كانت بها مملكة تسود شمال إفريقيا وحوض المتوسط وتحاصر وتعرض روما للبيع وتحاصر إسبانيا يوم لم تكن فرنسا شيئا مذكورا. الجزائر هذه المملكة التي أتحدث عنها مملكة البطل الأمازيغي الحر يوغورطا، مملكة نوميديا، كانت في أوج ازدهارها قبل نشوء فرنسا بألف وخمسمائة سنة. هنا هذا رد كافي، لكن المقصود أو الرسالة المشفرة التي بعث بها القزم الفرنسي ماكرون إلى عماله وعملائه بالجزائر كانت في ذيل التصريحات، في تصريحات لوموند لو أعدنا قراءتها مرة أخرى نجده يقول أن النظام الجزائري نظام مأزوم ضعيف أنهكه الحراك. ماذا يريد أن يقول بهذه الكلمة؟ يريد أن يقول إذا أردتم أن ندعمكم خارجيا ونكون ظاهرا خارجيا لكم كما كنا لكم في انقلاب 92 فلا بد أن يكون سلوككم ضد الجزائريين مثل ما كان سلوككم في 92، أي القمع والبطش، بمعنى أنتم لستم أهلا، لستم مؤهلين لتكونوا عملاء وظيفيون لنا كسابق عهدكم، أنتم الآن الامتحان أمامكم لنحميكم ولي يعني أوراق اعتمادكم لنا التي تقدمونها لنا كعملاء. ورتبون بالمقابل يعني عدم الرضوخ للإرادة الفرنسية، عدم الرضوخ للتحكم الفرنسي بالجزائر، خون الرجل. ومن ناحية أخرى أستاذ عبد الله تقول إن التصريحات التي صدرت من ماكرون هي دلالة على عدم قبول النظام الحالي بالإلاءات الفرنسية. لا، هذه قراءة، إحدى القراءات، لكنها قراءة رسمية، والتي طبعا احنا عودتنا العصابة الحاكمة منذ انقلاب منذ ثورة 22 فبراير 2019 ليس في مقدورها الآن أن تقمعنا بالقوة الغاشمة بالدبابة، فأصبحت يعني كما يقول أحد الفقهاء السياسيين إن الوطنية هي الملاذ الأخير للأوغاد والخونة. فهؤلاء يريدون أن يكيفوا أي قضية على
بإسدال عباءة الوطنية عليها لاستدرار عطف الجماهير، وهذا خطأ، لأنه كلمة ماكرون أو الرسالة المشفرة التي بعث بها ماكرون إلى عملائه في الجزائر كانت واضحة. من تقصد بعملائه في الجزائر أستاذ عبد الله؟ طبعاً ليس واقعيين أكثر واضحيين أكثر. هل العملاء هم عبد المجيد تبون، جماعة عبد المجيد تبون؟ أنا قلت لك في مستهل حديثي، لما ننسب أقوالا أو نطالب تبون بأن يتحرك أو يسلك أو ينهج نهج رئيس جمهورية نحن نظلمه، فهو لا يعدو يعني رئيس بلدية في الجزائر أكبر منه، أكبر من صلاحيته، أكبر من كاريزمته الشخصية. يعني هناك قوى التي أتت شوف هي من هو يخاطب في الجزائر، يخاطب من انقلبوا على خيار الشعب 92، وهم الذين أتوا ببوتفليقة وأفسدوا الزرع والضرع على مدار 20 سنة، وهم الذين أتوا ببوطبون، وهم الذين الآن يستخدمون تبون. فتبون مجرد آلية تافهة جدا. من هم أستاذ عبد الله؟ من هم؟ أنا سبق لي وقلت لك الأوليغارشيا العسكرتارية. هذه الأوليغارشيا العسكرتارية ممثلة في الغالب من 45 جنرال تسمى النواة الصعبة أو بالفرنسية لي ديسيدور، المقررون. هؤلاء يزيدون أحيانا وينقصون أحيانا أخرى، لكنهم في أسوأ أحوالهم لا ينزلون عن رقم 20 جنرال، فهم بين 20 و45 جنرال، هم الذين يمسكون بناصية كل القرارات، والذين يحشرون أنفسهم ويتدخلون ويسيغون سياسة البلد اجتماعيا وثقافيا بل ورياضيا. والدليل في هذه النقطة تحديدا الآن أوعزوا إلى ذبابهم الإلكتروني وإلى إعلامهم المأجور لمهاجمة جمال بالماضي الذي يسميه الجزائريون وزير السعادة في الجزائر. يعني تصريحات ماكرون موجهة لهؤلاء، لهؤلاء أي اقمعوا هذا الحراك واخمدوه فورا لتكونوا في نظري قوما صالحين، بغير هذا أنتم نظام مأزوم، لابد لكم أن تواجهوا الحراك، لأنه الحراك هو الإرادة الشعبية التي تريد تحرير الجزائر وإعلان الدولة الجزائرية الديمقراطية الحرة، وهذا لن يكون إلا على حساب فرنسا. نحن لن نكون دولة ديمقراطية ما دامت فرنسا تهيمن علينا لأنها تنصب من يحكمنا وعلى هواها. نحن لن نكون دولة مستقلة إلا إذا قطعنا الأذناب والأيادي والأصابع الفرنسية الممتدة إلى الجزائر بالشر كله. معنى هذا الإرادة الشعبية التي يحملها الخيرون في الشوارع من أبناء الحراك، هؤلاء هم الذين يحملون مشروع الجزائر الجديدة الحرة خارجيا، الديمقراطية داخليا. بغير الحراك نحن ما تحررنا وسنبقى مجرد مقاطعات تحكمها وتديرها بالي. أستاذ رافع ابقى معي لو سمحت. أنتقل لضيفي عبر سكايب السيد حامد العربي محمود. السيد العربي، هل توافق ما تحدث به السيد عبد الله الرافع بأن الكلام لم يكن موجه أو التصريحات الفرنسية لم تكن موجهة لعبد المجيد تبون، وعبد المجيد تبون لا يمثل أصلا أكثر من رئيس بلدية في الجزائر؟ أهلا، السلام عليكم، أحيي ضيفكم الكريم. ربما في جزء منها فعلا حقيقي، ولكن أنا أعتقد أن تصريحات الرئيس ماكرون لم تكن للجزائر ولا للجزائريين، وإنما هي حملة انتخابية وهي ذاهبة إلى الداخل الفرنسي، إذ نلاحظ دائما في الحملات الانتخابية الفرنسية سواء مع ماكرون مع غيره روند أو السابقين أو ساركوزي، كانت دائما تبدأ بالجزائر ثم تنتهي إلى الجزائر. وقد شهدنا أن المحطة الأخيرة في حملة الرئيس ماكرون كانت في الجزائر مع وكانت دائما تستدعى الجزائر في أي مشكل أو الهروب من أي مشكل سواء اجتماعي أو مشكل اقتصادي، دائما كانت تطفو على سطح الجزائر والتاريخ. وأعتقد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ممتدة عبر التاريخ، وهي علاقة متشابكة، لا يمكن لتصريح بسيط كهذا أن يحددها. فمحددات هذه العلاقة هي التاريخ، وهي العلاقات الإنسانية الاجتماعية بين الجزائر. فكثير من الجزائريين
أخوالهم فرانسوا وجوزيفين وكثير من الجزائريين كذلك أو الفرنسيين أعمامهم الأخضر وقدور والعربي. إذن المشكل أكبر من هذا بكثير، يربطه التاريخ والعلاقات الإنسانية والمصالح كذلك. إذن العلاقة متشابكة ومترابطة ولا يمكن أن تهدها تصريحات كهذه. لكن سيد محمود، الموضوع لم يقتصر فقط على مجرد تصريحات، بل تعدى ذلك إلى سحب سفراء وتهديد يعني أو تصريحات شديدة اللهجة بالتوازي مع سحب السفراء. وإن في الجزائر المتحكمون في زمام الأمور أو المقررون من وراء الستار، وهم للأسف الشديد خارج إطار الجيش تماما. أستاذكم الكريم قال هم 20 أو 25 جنرال أو 45 جنرال، هؤلاء لا يتحكمون في أزرار ملابسهم أو في أحزمة سابق، إنما المحدد الحقيقي لعلاقات الجزائر ولسياسة الجزائر والاقتصاد الجزائر هي هيئة أمنية خاصة جدا خارج وزارة الدفاع وخارج قيادة الأركان. صح. وهاته التي تحدد علاقات الجزائر مع أي كان سواء في الداخل أو في الخارج. إذن مشكل الجزائر مشكل كذلك عويص جدا ومعقد، وهو مشكل البيان السياسي الذي تنبني عليه الدولة وشروط قيام الدولة سياسيا وما هي محددات هذه العلاقات بين المؤسسات الكثيرة المترابطة، سواء الجيش هو لعبة في يد هذه الأجهزة والجنرالات في حد ذاتهم، كل الجنرالات تستعمل ضدهم الملفات وتستعمل ضدهم الفساد، إذ يفسد المرء أو يفسد أبناء الجنرال أو الجنرال ثم يجر من هذه الملفات. هناك مؤسسة بعينها هي التي تقوم وتحدد هذه العلاقات، أما الفعل السفراء وهاتي إنما هي أفعال لإزاحة الحراك وهي لتحديد المجتمع ولإرباك المجتمع، سواء باستدعاء علاقة الجزائر بالمغرب أو استدعاء علاقة الجزائر بفرنسا. هناك ترابط كبير جدا بين الجزائر وفرنسا، ممكن هو أكثر من العلاقة الإنسانية والاجتماعية والثقافية بيننا وبين المغرب، بل هو أكثر من ذلك بكثير، وتربطنا مع فرنسا أو تربط هذا النظام وهذه المؤسسة الدولة اتفاقية إيفيا، وهي الاتفاقية الثقافية، هي بند في بندها الثقافي الذي يقول بأن فرنسا تجر الجزائر جرا بهذه الاتفاقية التي حددت في مارس الانسحاب، وقف إطلاق النار وانسحاب الفرنسيين آليا وعسكريا، وقد بقوا ثقافيا ولغويا مسيطرين على الجزائر إلى يوم الناس هذا. إذن العلاقة بين الجزائر وفرنسا لا يمكن أن تهزها هذه التجنجات، ولا يمكن أن تهزها هذه التصريحات العرناء سواء في باريس أو في الجزائر. فالذي يحدد في فرنسا مثلا، هناك مؤسسة ضامنة لكل هذه العقود والمواثيق هي المؤسسة الرئاسية، والرئيس هو مجرد ناطق رسمي أو هو مجرد راعي للبروتوكول بين الدول وبين الخارج فقط. نعم. أما في الجزائر مشكلها عويص جدا، فهو ينبني على مشروعية الحكم وعلى شرعية الحكم وعلى ما هي أساسيات هذا الحكم، هل يشارك شعب أو لا يشارك، هل نحن في استعمار، هل هي هذه استعمار، هل هي عصابة تتحكم في الجيش وفي الشعب. وهنا أستاذ محمود يخطرني سؤال آخر أتوجه به للأستاذ عبدالله الرافعي، هل بالفعل العلاقة ما بين باريس والجزائر متينة لهذه الدرجة؟ لا يمكن لتلك العلاقة التاريخية كما يصفها الأستاذ محمود أن تتزعزع بمجرد تصريحات وبمجرد عملية سحب سفراء. لا، هو ربما لم تفهم أخي الكريم ماذا كان يقصد، وهو يعني أقدر على تبيان ما ذكر. ولا يقصد العلاقة هو يقصد العلاقة المتداخلة، وليست يعني العلاقة الودية على المطلق أو الطيبة على المطلق، هو يقصد علاقة متداخلة، لأنه ما بيننا وهذا ما قصدت، وهذه العلاقة في طبعا على الصعيد، هل ستكون سبيلا لفض الأزمة الحالية، لإنهاء هذه الأزمة التي تعصف الآن بين البلدين؟ أستاذي الكريم، أولا الجزائري المواطن الجزائري البسيط بالنسبة له اللغة الأجنبية هي الفرنسية قبل الإنجليزية وقبل أي لغة واحدة أخرى. الفرنسيين فيه نسب
بين جزائريين ومواطنين فرنسيين. فيه فرنسيين أسلموا، يعني أعداد من الفرنسيين الذين أسلموا منا عليهم الله بنعمة الإسلام كان يعني عن طريق جزائريين. فبالتالي التدخل المجتمعي خاصة الجنوب الفرنسي وتحديدا، ربما هو مدام إذا مقيم في فرنسا يحدثك أفضل مني، مارسيليا نحن في الجزائر كنا نقولها على سبيل التنكت نسميها الولاية رقم 49، ولاية الجزائرية رقم 49. التدخل هذا لا يستطيع أن ينفيه تدخل أو تصريح واهن مثل هذا، لكن أنه نحن نريد على الصعيد الرسمي، على صعيد القمة، فيعني في عندنا علاقات مع ناس أفراد، العلاقات ما بين الأفراد لا يحكمها ولا تتخللها القرارات السياسية. أنت الآن قطعنا العلاقة مع نظام المخنز المتصهين، العلاقات غير موجودة، الحدود مغلقة، وصلنا إلى حالتي حرب بين الجزائر، نظام جزائري ونظام المخنز الصهيوني. في سنة 63 يوم اجتاحنا الحسن الثاني، اجتاح الجزائر يعني بإرادة احتلالها، وفي سنة 76، ومع ذلك فيه مصاهرة ما بين المغاربة والجزائريين، فيه أخوة دم ودين وعرق، ولم يؤثر ذلك على العلاقات الاجتماعية الشعبية. هنا ربما أنت لم تفهم الأخ الكريم، هو يقصد العلاقة الاجتماعية الشعبية. أما علاقات الدول، نحن نريد علاقة جزائرية فرنسية تكون مبنى على حسن الجوار والتعاون واحترام الآخر، بمعنى علاقات ندية بين دولة اسمها الجزائر ودولة اسمها فرنسا. أما علاقات خدمية بين دولة اسمها فرنسا الاستعمارية وبين عملاء وظيفيون يحكمون الجزائر وفق الهوى الفرنسي ووفق ما يخدم المصلحة الفرنسية ووفق تكريس حالة الاحتقلال، هذا ما لا نريده. وهذا الوضع وضع الاحتقلال، بمعنى أنت الجزائر دولة مستقلة موجودة في الأمم المتحدة وعندها علم وعندها نشيط قسما، طيب هذه كلها ملامح استقلال. نحن نريد روح الاستقلال، حقيقة الاستقلال. حقيقة الاستقلال أن يقف هذا المجلس أو أي رئيس جمهورية في المرادية على قدم الندية والمساواة مع أي رئيس فرنسي كان. على الأقل نحن عشنا هذا الملمح الذي أذكره الآن والذي نتوق إليه كجزائريين، عشناه في الستينات وفي السبعينات مع أبو مدين. ربما جاء في تقريركم أنه فيه اتفاقات وفيه عهود ومواثيق ما بين الجزائر وفرنسا فيما يتعلق بالتنقل ما بين الجزائريين في معاهدة إيفون 62 التي ترتب عنها الاستقلال، وفي اتفاقيات 68. لكن نسأل الآن، في 62 في إيفيون ذهب الوفد الجزائري منتشي بنصر من موقف قوة ناقش وفاوض الفرنسيين بندية. في 68 الجزائر كانت تحت حكم بومدين، كنا دولة فتية جديدة صح في الستينات وفي السبعينات، لكن خليني أكاد أقول لك أن الجزائر يومها كانت تقود تقريبا ثلثي العالم، كانت هي التي تقود العالم الثالث. كانت الجزائر أكاد أقول لك تشكل قطب ثالث يجد لنفسه حيزا في لعبة الأمم الدولية، مثله مثل القطبين الغريمين يومها أثناء الحرب الباردة، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي الأمريكي الذي تقوده أمريكا، والمعسكر الشرقي الذي يقوده الاتحاد السوفيتي. وكان هناك معسكر ما يسمى بدول عدم الانحياز أو الدول الأفرو أسيوية التي كانت تقودها الجزائر، الجزائر البومديانية. يومها كان لنا أن نفاوض فرنسا بندية وأن نرد على فرنسا بالفم الملآن لو حدث يعني تصرف أرعن مثل هذا. لكن بالله عليك، نحن شتنا هذا المجلس دمية العسكر كان يقول عن ماكرون أنني معجب برؤيته السليمة للأشياء وأنه شخص متزن، وأن علاقتنا علاقة الجزائر بفرنسا لا محيد عنها ولا يمكن أن تتأثر بأي حال من الأحوال. وأثنى على ماكرون، أكاد أقول لك أنه قال فيه ما لم يقله سيدنا حسان في
في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها بعد هذا التزلف بأقل من شهر انهال هذا القزم الفرنسي ونال من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو اليوم ينال من تاريخ الجزائر الذي لا يستطيع، هو في الواقع لا يستطيع لا النيل من الجزائر، من تاريخ الجزائر، ولا النيل من رسول الله. ونحن بالمناسبة عفوا نحن لسنا هنا لندافع عن سيدي رسول الله، لأنه ليس متهم، وقال الله تبارك وتعالى في حقه سنكفيكهم والله يعصمك، فهذه نحن أقل شأنا من أن ندافع عن رسول الله. وبالنسبة للتاريخ الجزائري، التاريخ الجزائري أعظم بكثير من أن ينال منه صبي متصاب أحمق مثل هذا، وإنما لابد إذا كان من حديث هو أن نتحدث عن هذه الأوليغارشيا التي عراها سيدها ماكرون القزم، وعن المعتقلين الجزائريين الذين يرزحون في السجون. بالمناسبة اليوم قبل أن أدخل هنا عندك الاستوديو تم تسليط عقوبة 6 سنوات على الشاب الحر إبراهيم العلامي، فيما نفس القضاء، قضاء الحاجة، قضاء التليفون، برأ ابن تبون من 7 قناطير كوكايين التي كانت كفيلة بتخدير قارة إفريقيا كلها. ابقى معي سيد عبد الله. إذن سيد محمود، هل بالفعل الأزمة الحالية، الأزمة الدبلوماسية ما بين باريس والجزائر، هي أزمة مفتعلة بغض النظر عن الطرف الذي قام بافتعالها لتشتيت اليوم الشعب الجزائري عن التحرك أو أي حراك مناوئ للسلطة الحاكمة في البلاد؟ شخصيا هل هو صائب أو لا، هي زوبعة في فنجان ذات نتائج مزدوجة، سواء على مستوى الشق الفرنسي. نعم، هي حملة انتخابية مسبقة بدأها الرئيس ماكرون لأنه يطمح إلى نيل عهدة ثانية، بدأها بإفريقيا وباتجاهه لإفريقيا ومحاولة جر الأفارقة إليه، فقط هناك نفض أيدي الأفريقيين من الفرنسي، محاولة قطع هذه العلاقات والبحث عن ندية في التعامل. ولكن هناك حسب التحليل الفرنسي هناك دفع أو جر من الجزائريين لكل هؤلاء الأفارقة كي يرفضوا العلاقات، هذه العلاقة الطيبة بين الفرنسيين والأفارقة. طبعا يستدعى فيها التاريخ ويستدعى فيها كل العلاقات الثنائية بين الأفارقة والفرنسيين، لكن في الشق وفي وكذلك هروب من الداخل الفرنسي، لأن هناك مشاكل كثيرة، تأثيرات كورونا، تأثيرات الحالة الاجتماعية المضطربة، غلاء المعيشة، هناك كثير من الأشياء التي تحدد هذه التصريحات والتي تدفع هذه التصريحات إلى السطح. في فرنسا متحكم فيها إلى حد ما، وهي تحت رعاية الدبلوماسية والاتصال، وفرق كثيرة جدا تحاول أن تحدد هذه التصريحات، فليست من ماكرون بل من فريقه العامل، هو الذي يحدد هذه التصريحات وكيف يذهب بها إلى الأعلى وكيف تخفض حتى تؤتي أكلها. أما في الجزائر، نعم، هذه الجزائر ليست، لا تستطيع بهذا المستوى، لا تستطيع أن تكون في ندية مع فرنسا مطلقا، سواء بالنسبة للجيش أو بالنسبة للدبلوماسية أو بالنسبة للمؤسسات المتحكمة أو المؤسسات المسيرة للواقع الفرنسي اليوم. فرنسا دولة مؤسسات، نعم فرنسا دولة أمنية، ولكنها تأتي أو تحاول أن تمازج بين الأمن والديمقراطي، وتحاول أن تسهل على الناس، وتحاول أن تكون الحياة بسيطة وأمني بعيد قليلا أو متأخر درجة عن المجتمع كي يراقبه ويراقب ويحدد المسار العام للدولة. طيب أستاذ محمودي، تقول حضرتك أن هناك رابط ما بين موضوع الانتخابات الفرنسية المقبلة أو القادمة وما بين تصريحات ماكرون المستفزة للشعب الجزائري، كيف سيتمكن ماكرون من كسب أصوات التأييد من الفرنسيين إذا ما قام بإطلاق تلك التصريحات؟ هل الموضوع اليوم موضوع اختلاف كذلك ما بين أمة فرنسية وأمة جزائرية، لذلك من الممكن أن يعطي الفرنسيون اليوم أصواتهم لماكرون بعد تلك التصريحات؟ أنا أتحدث وفق الواقع، وفق الاتفاقيات التي تربط الجزائر الرسمية بفرنسا التاريخ،
هناك محدد يحدد هذه العلاقية مواثيق إيفيان، والجزائر تابعة كليا للثقافة الفرنسية، بل تكاد تكون أكثر ثقافة فرنسية من الفرنسيين أنفسهم. لاحظ معي أن الجزائريين أو أكثر من 20% من الجزائريين يجيدون اللغة الأكاديمية الفرنسية أكثر من كل الفرنسيين. حديث المستوى اللغوي للجزائريين أكثر بكثير من الفرنسيين ذاتهم، وأنا أعيش معهم وأعرف ويعرفون هذا جيدا. نعم. هناك تبعية ثقافية لغوية كبيرة جدا تجاه فرنسا، ولذلك هذه العلاقة وتحديد الانتخابات الرئاسية في فرنسا تحددها علاقة الجزائر، علاقة فرنسا بالجزائر، لأن اقتصاد الجزائر سواء في الطاقة اقتصاد مبني على الجزائر كليا. لاحظ معي أن المؤسسة الأكبر في الجزائر وهي سوناطراك يحدد أموالها وتحدد مشاريعها من الحي المالي في لا ديفونس في باريس، ثم الاقتصاد الجزائري كليا الاقتصاد الأكبر يحدده نادي باريس، ولا يمكن لك أن تستطيع أن تلج الاقتصاد الجزائري سواء من الصين أو اليابان أو من تركيا إلا مرورا بالنادي الفرنادي المالي الفرنسي. وهذا للأسف هذا لا المقرر أو المصرح في الجزائر الرسمي لا يتحدث عن هذا ولا يمكنه أن يتحدث عن هذا، وإنما هروب للأمام ومحاولة مخادعة الناس وتشتيت انتباهها مرة بالمغاربة ومرة بالفرنسيين. والجزائر أبسط من أن تكون في تناد مع الفرنسيين. إذن هناك إشغال للرأي العام وهناك استفزاز للحالة العاطفية الجزائرية تجاه الفرنسيين، والجزائريون كلهم إن لم أقل كلهم فالشمال الجزائري كله مرتبط مع فرنسا ومع المجتمع الفرنسي. نعم. سواء في العائلات أو في الاقتصاد أو في المال أو في الدراسة في الجامعات الفرنسية. هناك في فرنسا أكثر من 40% من الطبابة الجزائرية التي تؤسس للمؤسسة الصحية الفرنسية وموجودون في كل مكان. نعم، يعني إذا هناك رابط حقيقي ما بين الانتخابات باعتقادك وما بين تصريحات ماكرون المستفزة. أشكرك جزيلا ضيفي عبر سكايب الأستاذ حامد العربي محمود المحلل السياسي الجزائري. عودة إليك أستاذ عبد الله الرافعي، ماكرون قال إنه لا توجد عنده مشكلة مع الجزائريين. مشكلة ماكرون حقيقة مع النظام الحالي العسكري القمعي الذي وصفه ماكرون بهذه الصفات. هل هو صادق فيما يقول؟ هل المشكلة بالفعل مع نظام وليس مع شعب؟ لا، بالعكس، هو مشكلته كمشكلة كل القوى الاستكبار العالمي، مشكلتها مع الشعوب. الأنظمة هي آليات وظيفية تحول دون الشعوب ودون حريتهم. حرية الشعوب هذه تكون بالأساس التحرر من رفقة النظام العميل لتجد نفسها على التماس المباشر مع القوى الاستكبار العالمي. ماذا صنع الفيتناميون العزل بأمريكا؟ ماذا صنع الأفغان بأمريكا؟ ماذا صنع الأفغان من قبل بالاتحاد السوفيتي؟ ماذا صنع أجدادي وأبائي أنا بفرنسا؟ لماذا؟ لأنه لم يكن بين المستضعف والمستضعف حائل وظيفي. مع الأسف جدي أنا طريقه وعمي وأجدادنا الجزائريين كان طريقهم إلى الحرية يسيرا، لأنه يعرف عدوه النصراني الفرنسي الذي يسمى جاك أو موريس. أما أنا، من يحرمني حريتي بل يحرمني من مواجهة مباشرة مع جاك وموريس هو قدور إبراهيم وعيسى وعلي، وهذه لعنة كبرى. قضيتنا قضية تقرير مصير وتصفية استعمار لا تختلف لا شكلا ولا مضمونا عن قضية أهلنا الفلسطينيين. إنما الفارق أين؟ أن الفلسطيني يعرف عدوه ولو تمكن منه لفتك به، بل وسيثني الناس عليه لذلك. أما أنا إذا قلت للظالم اتق الله أو أعطيني حقي فأوصف في أسوأ الأحوال
بأنني أتعامل مع قوى أجنبية وتحركني أياد أجنبية. طيب أستاذ عبد الله، كيف أوصفوا بالإرهاب؟ كيف ستنعكس الأزمة الحالية ما بين باريس والجزائر على الجزائريين من ناحية الثقة بعبد المجيد تبون؟ بمعنى آخر، هل سيكسب عبد المجيد تبون اليوم ثقة الجزائريين بعد تصدره المشهد في الدفاع عن الجزائر؟ أستاذي الكريم، أنت تتكلم الآن عن ثلاثة أطراف. هناك الجزائريون، وهناك العصابة التي تجثم على صدورنا دون إرادة منا، وهناك ماكرون المأزوم. ماكرون مأزوم يريد أن يصدر أزماته إلى الخارج. طبعا أول من يستقبل الأزمات الماكرونية هي العصابة الحاكمة في الجزائر. العصابة الحاكمة في الجزائر باتت بين نارين، من جهة سيدها يهينها، والشعب الجزائري لن يتضامن معها ولن تنطلي عليه كذبة النوفمبرية والباديسية وإخرس يا ماكرون، لن تنطلي عليه، لأن الشعب الجزائري يعرف لولا هؤلاء العملاء ما تجرأ ماكرون ليصفنا أو ينتقص من تاريخنا ببنت شفا. الآن الأدهى والأمر والتعري الذي وقعت فيه العصابة الحاكمة أنها ثارت حمية لأهلنا في فلسطين ولقضية أقصانا الشريف عندما طبع نظام المخنز الصهيوني فقطعت معه العلاقات، والآن يفترض أن ما يقع عليها من مسؤولية إزاء القزم الفرنسي لابد ألا يقل عن قطع العلاقة مع فرنسا، لأنه من غير المستساغ أنت كرئيس جمهورية أو كوزير جزائري أن تغار لفلسطين أكثر من غيرتك للجزائر. نحن نحب فلسطين ونعلي شأنها وأهلنا في قلوبنا وأقصانا الشريف نعتبر أن مسؤولية تحريره أمانة على كاهلينا، لكن هذا لا يعني أننا. أستاذ عبد الله، الوقت يضيق معنا. أريد أن أطرح سؤال آخر، ما الأسباب التي أدت لفشل الدبلوماسية الجزائرية إلى اليوم من الحصول على اعتراف ضمني بالأخطاء التي ارتكبتها فرنسا بحق الجزائر والأمة الجزائرية؟ أنا كمواطن جزائري وأمثالي بالملايين في الجزائر لا نريد لا اعترافا ولا اعتذارا. أي اعتذار؟ نحن أجدادنا الأبطال افتكوا حقهم بأيديهم، نكلنا بفرنسا، وضعنا دسنا شرفها في الأرض في الوحل، أخرجناها صغيرة ذليلة. عن ماذا تعتذر؟ الاعتراف لا يهمنا، لأن التاريخ لا يحابي. نحن انتصرنا وصنعنا أعظم ثورة في تاريخ البشر، لا نريد اعترافا. ما يهمنا هو الأرشيف، والأرشيف مرة أخرى من يسعى إلى عدم إفراج فرنسا الرسمية عن أرشيف الثورة التحريرية هم العملاء، لأنهم لو أفرجوا عن هذه الأرشيفات من نتهمهم الآن بدون دليل سيتعرون تماما ويصبح لنا أدلة لا تقبل الدحض، لأننا مع الأسف حكمنا منذ 92 على الأقل الحركة الذين حملوا السلاح وقاتلوا مجاهدين، حكمنا العملاء. هؤلاء نريد أن نعريهم، نحن غالبيتهم هلكوا لا نستطيع القصص منهم، لكن لا نريد أن يكتب عنهم حرف إيجابي في التاريخ، نريد أن يلعنوا ويلعنهم اللاعنون إلى يوم الدين. هذه القضية، لأن هناك ثلاثة أطراف. أنا دائما أقول أنه إذا أردنا أن نجعل من هذه الثلاثة أطراف الشعب والعصابة الحاكمة في الجزائر وفرنسا، إذا أردنا أن نجعل منها طرفان فهما بلا شك الشعب الجزائري وفرنسا وعمالها في الجزائر. هكذا، ليس هناك طرفين بالمفهوم الكلاسيكي، الدولة الفرنسية والنظام الجزائري، هذا خطأ، لأنهما صنوان، بل أحدهما عميل عند الآخر، لأن فرنسا لن تقبل بالتخلي عن النزعة الكولونيالية ولن تقبل بعلاقات ندية تبادلية متساوية بينها وبين عملائها، وإنما فقط علاقة واحدة، علاقة خدمية، علاقة عبد بسيد. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله الرافي الكاتب الصحفي الجزائري على حضورك معنا في استوديو التاسع. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ونعود بعدها من الجزائر إلى تونس.